أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط آخر يتحرك وهو الشوط الخامس، خصص لفئة الجعدان. وفي هذه اللحظات أيضا مكرفون الإذاعة يتجول بين إخواني المعلقين، والآن يتحول المايك إلى الزميل نايف الزرعلي واصل التعليق على أحداث الشوط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات من أرضية هذا الميدان، ميدان الأهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق هذا الشوط، الشوط الخامس في المجموع، يحمل تحديات هذه الشعارات. ننطلق في هذا الشوط لنتعرف على الأسماء المتقدمة. يتواجد مسكت لرشيد بن غدير بن سعيد الاكتبي، يتقدم الجميع مع مسكت على بداية هذا الشوط. أما المركز الثاني يأتينا في ثاني التحديات ليتقدم على المركز الثاني فايق لسعيد الأول لسيف بن علي بن سعيد الاكتبي. والمركز الثالث وصول وتحرك من اللي وصل شمعدان راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي. الله، وصلت الشعارات ايضا، والوصول والتحرك من اللي وصل شاهين علي بن عبيد بن معدن الاكتبي. لكن عوده الى المركز الاول، وهذا هو نداونا الاول، وعوده الى بدايه هذا الشوط مع مسكت على البدايه، مسكت على المركز الاول. ينطلق وانطلاق مميز رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي على بداية هذا الشوط بانطلاق مميز وباندفاع ممتاز على بداية هذا الشوط. والعصا هناك، عصاف الأبطان بدون أي توامر ولا شبه أوامر تذكر حتى هذه اللحظات، مسكت على البداية. لكن المركز الثاني وصول وتحرك من اللي وصل شاهين، وصل بن معدن ليقدم لنا شاهين، لكن البداية مع مسكت. هنا بن غدير ينطلق على البداية، ينطلق مع مسكت على بداية هذا الشوط. السلامات وين؟ إلى نزوة، السلام إلى محمية نزوة، سلام يا بن غدير. اشكرك على هذا الاداء ليقدمه مسكت على بداية هذا الشوط بانطلاق مميز وباندفاع ممتاز على بداية هذا الشوط. الله، سلام يا نزوة، سلام، سلام وتحية واحترام من أرضية هذا الميدان إلى نزوة، سلام، تهانينا والناموس لمالك مسكت رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي على هذا الفوز والانتصار. مشكور يا بن غدير على هذا الأداء ليقدمها مسكت في المركز الأول. أما المركز الثاني في ثاني المراكز، وصل شاهين علي بن عبيد بن معدن الاكتبي. والمركز الثالث، وصلنا في ثالث المراكز، وصل جراح لابن غدير.